هاي تبعش من مشوش كي دايرين؟ لاباس عليكم ولا شخص نحب نضال كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان، شوفوا شكون معايا. توحشكم بزاف، غبرت عليكم ياك صراحه، عارفه راسي غبرت عليكم بزاف. ايوا كدوز ايام صعيبه شويه. ايوا الله يدوزها بخير وعلى خير هادشي اللي كاين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنت غادي خارجه والله ما كنت غنصور ما حتى شي حاجه، تقولي اختي ما فيها باس صوري عادي، هضري معاهم، هضري مع لي فانز ديالك وصوري ليهم المتابعين ديالك، كنحماق عليكم وكنبغيكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. حنا غادي خارجين دابا انا اختي وفاء، هيا حيدي نضاضر، حيدي اختي نضاضر، خليهم يشوفوا الجمال اختي. راه ما كنتشابوش انا واختي، هذه اختي الصغيره، اختي الصغيره ولكن هي عملاقه شويه عليا. هي طول مني، ما كنتشابوش انا وياها. المهم حنا دابا غادي نخرجين ونشارك معكم الخرجه نتاعنا. ايوا هي اللي غادي مخرجاني، ما عرفتش في غدا بيا، غدا بيا واش انت ما كتعرفي وهادشي اللي كاين. الله يخليكم معنا، بيزو. بانو بانو جوج فلالس هانت. هاد البنت كنا سكتو ما هضرتيش، وانتم يا اختي حنا وصلنا دابا المارينا مول. وفاء هاد البنت صاحبة اختي سميتها ايمان ياك؟ طمزاره. طمزاره عندها لا فاشي اشنو ماشي فلوغه. دابا انا خارجه مع المراهقات، خرجوا مع المراهقات ويخرجوا لي العقل اليوم. فات من المراهقة. اي بون حنا وصلنا دابا المارينا مول. ميمي ميمي طقطق وداك الشيء. غادي طقطق وداك الشيء وراه خاوي. المهم البنات حنا جينا جلسنا هنايا، واحد الجو زوين. البنات البنات مشاو يجيبوا ما ياكلوا، انا خديت ماركتي الله نستناهم تيجيو عاد غادي ناكل. ايوا هادشي اللي كاين، عرفت واحد الجو زوين قابل مع البحر، يا سلام. ندير اختي الكمامة، ندير اختي كمامتي. ايوا توحشوني ولا متوحشونيش ولا تهنيتو مني؟ شنو نقول ليكم؟ الله يصوب وصافي. الانسان كيدوز واحد المراحل في الحياه، كلشي كيسولني غبرتي غبرتي مابقيتش كتحطي هادي الساعات ولله، والله الا الساعات ولله. هادي فتره وبتمر، فتره وحات عادي ناكل عشان نبقى نستنى فيهم هادو، ما غنساليوش مباقي معكم. اختي شنو نستناهم ناكل رحم الله. ماكدو نجي داكو. علاش كنت تاكلش ماكدو؟ لا ما عنديش. اي نو شنو انكي سحب لي غادي تعطلوا، باقي معطلين قايون كامل هنا. واش انا ديجر جاكم جاكم الكرسي جرني كره طويله تجر راسك. حنا اللي ما عندناش الدواء. ايه حلو شي تليفون مش المشكلة. شي فيديو وفاء الناس اللي هنا مش مهورينا ما بيخدنا محمد اللي في الحليه. دابا هي صغار تطلع لا كوموند ديالها مع واحد لا كوموند ديال واحد البنت اخر، وهذيك اللي ما سولاتنيش. لا اختي راه غير غلطات، راه غلطات حجب لي واحد في كلاس. بنات البرنوصه ما كيتفاكوش، وبنات البرنوصه علاش شعلو كيشعلو بمره. احنا راه عادي، قول لها واخا تغلطت دينا ما دواش زوين
عادي مابقاش تحكروا على اي حاجه ما صايروش. ايوا البنات ايوا با صراحه جوزوخه واخا مغمم بحال غادي تصب الشاي ياك حنا مفاكين واخا يضرب الراد يضرب ناري واخا شنو تفكر حنا هضرنا لهم دال لاف دو فيو ويلي ويلي عرفتي شنو هو صب الشحن ضرب المضل وسط القهوه حتى انا درت واحد المره مالي وي يا جماعه ما دايرينش ويا جات خونا امريكاني مش امريكاني هذاك اللي كيسر بيه غير قال اها عاش مرته بزاف انا كنت ممكن تقول هادشي في الفيديو هاي قلت لك ماشي ما وحش ديما صحاب دابا مقسم عليا شنو اش قلتي انت كتفرج فينا تحيه لك من هاد المنبر تحيه تج ها تحيه السحاب ايوا ناكلو ونرجع لكم هاكو ما كنا غياك ومسال دابا كاين شي مال دابا كاين شي مال انت كون حامله كتشهى سمحي لي توحل لك توحم تسمح لينا وا بدون ابا ملي كنا بقات هاد الدغمه هادي شنو كول ها كملي مديش ما عرفتش ترى جيت الحال ما خاطر ما حباب حباب وصحاب انا اللي راه معاهم لا فوج خاصني معاهم البرج نغبر ثاني يا ورجع عاش كتب عليكم بيوكم انا مشغولة شو حالة لا ما قلتش انا مشغولة قلت لهم الساعة شو لله كنت عيانة اصلا كنت جيك واحد المرحلة ما تبقيت قدر تديري فيها شي حاجة والله وها انتو ما معانا عيشوا معانا اسمع بيوشي كنت اقول بزاف البنات اش بان لكم نديروا واحد وفاء اش بان نديروا واحد اللعيبه شفت البنات بزاف داروها نمشيو شي اوتيل نعزل منكم شي 10 البنات ونمشيو شي اوتيل وندوزو شي ليلاتكم فرقه غير البنات يكونوا فيها غير البنات شفت بزاف ديال البنات داروها المهم تن نتفقوا على الفكرة ونقولوا عليكم نتفقوا على الفكرة وتكونوا يكون في لابيسين وكل شيء نعم ونضحكوا ليه لا ليه لوحدة ولا شي ويكند يكون في السبت والحد يكون في السبت والحد نتفقوا عليها ونشوف ويكند كتحسي بها أكثر من الليل علاش كتحسي بها كتجلسي داك النهار وكتعومي كتعرف ساحي كتخرجي وغادي عاد باكو انا ما تنبغيش الويكاند تيكون عامر كلشي والله تيكون كلشي عام ما تبقاش بلاص بحال هاد البلاص دابا دابا راه الجمعه حنا جينا من الجمعه وما فاش عرفتي كون جينا غدا ولا بعد غدا تفرجوا عرفتي راه كتكون مشابكه هنا كبيدات مهم شوفوا ديوش على لي راه كنصاور اون تورنا شوفوا هذا مالك دابا انت شنو خاصك شنو كتقلب شي واحد ندخل لي شي كروشيات مرحبا المهم هذا الفلوق الاول سال هنا تسناو الفلوق ديال مراكش لانه في هذيك الليله فاش في هذاك النهار فاش صورت لكم هذا الفلوق
من تما كاينه ساعتين من وراها شدينا الطريق لمراكش. هاد الفلوق خشينا من بين واش فيه حنايا ما مرحبا عرفت شو عليا مراكش. المهم انا باش بعدا فهاد الفلوق هذا ما كيفراكش ومراكش. المهم بالنسبه من وراها بساعتين سافرت انا والبنات لمراكش، جات سافره على غفله صافي. هادشي اللي كاين. المهم غادي نحط لكم غدا ان شاء الله ولا بعده فلوق ديال مراكش. كنتمنى هاد الفلوق يكون تا هو عجبكم. وهادشي اللي كاين نشوفوا هاد المشاغبين اشنو. انا جد سعيد انني كنت معكم في الفلوق. بغيت نقول لكم تيزابوناو من عندها خاتي كيفاش بارطاجيو هاد لا فيديو، ديروا لايك ديروا لايك وما تنساوش بارطاجيو. وغادي تشوفوا دي فلوق زوينين بزاف وتحديات زوينين. اجي سميتك اجي منى و دخلوا لاشين ديال منى. شنو دايرين منى؟ منى حموس. دخلوا لاشين ديال منى حموس تلقاو فيديوهات ان شاء الله غنديروا هاد الايام انا وياها شي حاجه زوينين. ومرحبا بكم كاملين في لاشين ديالي. وشكرا اختي اسماء وشكرا خويا عبدو وكاع الناس اللي تصور معنا كاملين. هذا الشيء اللي كاين. وكنتمنى الفوقات ديالي يكونوا كيعجبوكم كاين الاعجاب ديالكم. انا عارفه غبرت عليكم في هاد لاشين هادي مي مليون صايده ان شاء الله غنكون اكتيف فيها. وهذا الشيء اللي كاين كنبغيكم وكنحماق عليكم. وتسناو الفلوج الجاي شي حاجه اللي واعره صورت لكم داك الشيء خطير في مراكش الا به.